عيد الطفولة على طريقتها الخاصة، حيث تزامن عيد الأمهات اللي كان آخر أحد من ماي، صادف أنه يكون 30 من ماي، ويوم يعني بعد يومين مباشرة راح يكون عيد الطفولة. فالحفلة كانت حفلتين، روضة شروق بسعيد حمدين أحيتها على طريقتها الخاصة، حيث أنه جابت الأمهات وكذلك جابت ولدهم الصغار، وين الطفل اللي في عمره 3 سنين يغني لأمه، كذلك يدير لها عدة نشاطات ويكرمها. نشوفوا فقط هذا التقرير وراجعين لكم. من روضة الشروق كانت الانطلاقة بأنامل فتية وابتسامة بريئة. كان الحفل الذي أحيي على شرف الأطفال الصغار في عيدهم عيد الطفولة. أجواء بهجة عاشها الأطفال وأمهاتهم، لأن الحفل شهد مناسبتين هما عيد الطفولة وعيد الأمهات، فكانت السرعة سرعتين. مختلف النشاطات عرفها الحفل، من عرض أزياء للأطفال الصغار، كذلك الغناء بمختلف اللهجات، وأيضا القرآن الكريم، بالإضافة إلى المهرج اللي يرسم لهم أحلى ابتسامة. وبمثل هذه الأجواء هنا نقول لكم وقولوا الأطفال اللي راهم يشوفوا فينا كل سنة وهم بخير وصحة عيدهم. مديرة الروضة هدرت لنا حفلة وهدرت لنا عليها، نشوفوها وأنا أدعي لكم. شوفي بنتي قبل ما تدخل ما تعرفش لو كولورياج، هنايا لو كولورياج تعلماتو، تعلمت تقرا القران، تعلمت لي 3 صورات، هذا 2 ans et demi، عامين ونص تعلمت لي 3 صورات تقراهم لي كل صباح وكل ما تجي العشيه. واش نقول لها؟ عيد سعيد بنتي، وربي يطول في عمرك، وان شاء الله ربي يطول لي في عمري باش نفرح لها حتى تكبر. يعني وكل لي زونفون كل الاطفال نتمنى لهم عيد طفوله جيده. لهم صحة عيدهم وكل عام وهما بخير إن شاء الله. On remercie la crèche pour cette belle initiative. إن شاء الله كل عام وإحنا فرحانين معاهم. مهرج اللي يضحك يحبوه دراري صغار هدر في الميكروفون تاع صباح شروق، نشوفوا واش قالنا وأنا راجع لكم. يلا. إذا كما راكم تشوفوا اليوم احنا نقول لكم مرحبا بكم مع عالم الأطفال وروضة الشروق اللي راهي حاضرة معنا والشروق الثانية اللي حاضرة معنا بهذه المناسبة. أولا قبل ما ندخلوا في الموضوع تاع الروضة تاع اليوم والتقنيات اللي درناهم للأطفال، راح نقول لكم أولا عيد سعيد لكل الأطفال، أطفال الجزائر، أطفال المرضى، أطفال الدول العربية خاصة منهم اللي راهي في الحور.